الاخر باجواء اكثر من مثاليه عم ينتقى الحكمه والشونفيل بثاني مباريات كاس الراحل هون ريشارد ووب ضمن المجموعه الثانيه. دائما تضامن ووبس كانوا انتقوا من ساعات قليله وفاز التضامن مباراه تبعتوها عبر شاشه تلفزيون لبنان. هلا عم تتابعوا مباراة الحكمة والشونفيل، فريقان بيعنيهم كثير اسم هوريشا لوب، كيف لا وهو ترأس الناديين، دعم الناديين، الرئيس الراحل الكبير يلي عم تتبارى سبع فرق على طبعا الدورة يلي بتحمل اسمه تكريما له. نادي الحكمة بهمه كثير الدورة مثله مثل نادي الشونفيل يعني، وبداية مباراة نارية كنا عم نشوفها، وإرفي توراي اللاعب الفرنسي الجديد بصفوف الحكمة كان عم يتعرض لبلوك شوت دلوقتي. شون سيمز لاعب الحكم السابق هو يلي عم يتحرك، عم يلعب لميشيل معدلة اللاعب السوري واول ثلاث نقاط بالمباراة عبر كابتن الشونفيل. نعم لاعبه الجديد السوري الاكثر خبرة على ارض الملعب ميشيل معدلة هو عم يسجل اول ثلاث نقاط بالمباراة. مباراة بدون شك رح تكون نارية، ست لاعبين اجانب حاليا على ارض الملعب، ثلاثة من كل ناحية بحسب القانون الجديد المعتمد من قبل الاتحاد اللبناني لكرة السلة. القانون الجديد يلي بيسمح باعتماد ثلاث لاعبين اجانب على ارض الملعب. ايرفي توري اللاعب العاجي الفرنسي عم يوقع اولى سلاته بكره السله اللبنانيه بهالميد ديستانس شوت وعم يسجل من خلالها. نتيجه اذا 3-2 لمصلحه الشونفيل ببدايه المباراه، وفي تيرن اوفر على فريق الشونفيل. هيدا فؤاد ابو شقره مدرب الحكمه يلي سبق واشرف ايضا على فريق الشونفيل والرياضي. طبعا دايان ديكسون بلايميكر جديد بفريق الحكمه، لاعب الهومنت من السابق منه لارفي توري. الي رستم العائد ايضا من اصابه كابتن الحكمه هو بهالمباراه، الي عم يحصل على الخطا كان عم يحاول يعمل درايف على السله. الي رستم اكيد بدون شك الي رستم رح يكون اضافه كثير كبيره لنادي الحكمه مع عودته من الاصابه. ابتعدوا المنتخب الوطني بكاس اسيا الاخيره، واحد من اللاعبين المهمين جدا من المفاتيح المهمه جدا على الصعيد الهجومي والدفاعي بالنسبه للمدرب فؤاد ابو شقره. الي رستم على البيز لاين بيلعب لتايرون ماكنيل ايضا اللي عم يسجل. تايرون ماكنيل العملاق الجديد بنادي الحكمه، ثلاث اجانب جداد من الحكمه اذا داين ديكسون تايرون ماكنيل و البيتوي. شونفيل بشكل يعني علامه استفهام شو ممكن يقدم ببطوله لبنان، وخصوصا انه خسر العديد من اللاعبين. رح يتسنى لنا ايضا الوقت نحكي عن الموضوع، كان ضيعها ميشيل معدلة حاول يسدد عن ثلاث نقاط، وفي تورن اوفر بالجهه المقابله. سوء تفاهم كان بين ايرفي توري وبين ايليرستو بخلي الكره تخرج الى خارج ارض الملعب. هيدا غسان سركيس والى يمينه نجمه رالف سركيس، واعتماده على اللاعبين الشبان مثل اللاعب اللي عم نشوفه امامنا كارل عاصي، واحد من المواهب الناشئه. دائما غسان سركيس بيعطي الفرصه للاعبين الصغار للاعبين الناشئين، بيعطيهم الفرصه لانه يبرزوا قبل لالي غالب والي شامون، واليوم لكارل عاصي وجون عاصي. ميشيل معدلة مرة جديدة عم يضرب من المسافة البعيدة وعم يسجل ثاني ثلاثية له، اللاعب السوري هداف البطولة السورية السابقة اللي كان له صولات وجولات كبيرة بكرة السلة الآسيوية كان بالصين أو بالفلبين، وصل إلى ملاعب الشونفيل إلى لبنان إلى ديك المحلي ليعزز صفوف أبنائه لغسان سركيس. دلوقتي اللي كارل عاصي عم ينطلق بعزم جديدة لفريق الشونفيل، رح نشوف هيدا اللاعب الصغير شو ممكن يقدم وبيوعد بمستقبل كثير كبير. كارل عاصي مجددا عم يحاول ميشيل معدلة واوت اوف باوندز، ما بعرف اذا رح تحتسب هالكرة، شو رح يكون قرار الحكام بعد المحاولة الأخيرة كانت لميشيل معدلة. إذا فؤاد أبو شقرة أمامنا أكيد مش محتسبة، أوت أوف باوندز كانت شونفيل ستة الحكمة أربعة ببداية مباراة واعدة وواعدة جدا، واللي عم يحليها أكثر هو الجمهور الحكماوي الكبير الموجود بمدرجات الملعب الرائع ملعب بلدية الشياح. بالمقابل إيريستو عم يحاول يسجل من تحت السلة وبينجح بالأمر، بيلعب لبرا لعند داين ديكسون أيضا. تايرون ماكنيل هو على الريباوند من المسافة المتوسطة وبينجح بالتسجيل، صراع كبير على الريباوند بالوقت الحالي عم يسمع الشونفيل عبر ميشيل معدلة. كارل عاصي دائما هو على ست بلاي البوستشن مع الشونفيل يلي عنده فرصه للتقدم اكثر من نقطتين على الحكمه. كارل عاصي بيسلم ديشان سينز يلي عم ينجح
لعبه التسجيل. لاعب الحكم السابق لشانفيلز عم ينجح بتسجيل النقطه الثانيه لشانفيل. 8-4 اذا النتيجه لمصلحه الفريق الازرق. المحاولات الحكمويه مستمره مع إلي رستم، ايضا المحاوله من خارج الارك ما بينجح اليه، لكن بروحه الايطاليه بينجح باستعاده الكره من رادان ديكسون. ايرفي توري ايضا إلي رستم عم مسافه 3 نقاط بحاول يوصلها هايك السله، انما في خطا على هايك يوكوشيان. هايك يوكوشيان موجود اليوم رغم عدم تاكد مشاركته ببطوله لبنان لحد هالوقت او باي استحقاق مع الحكمه. نعرف كلنا قرار الفيفا بايقاف هايك يوكوشيان بعد سوء التفاهم وسوء التقدير يلي حصل بخصوص تقديم اوراقه عند مكان لاعب بمنتخب الناشئين، ومن بعدها تقدم اوراقه مع منتخب لبنان وفارق العمر بين عام 89 وعام 90 سبب له بمشكله كثير كبيره على امل انه تنحل، لانه بيستاهل اكيد هايك يكون موجود على ارض الملعب ويساعد الحكمه ويساعد كره السله اللبنانيه. هايك عم يطلع بعد تبريك والدنك الرائع جدا رائع جدا. زين ديكسون عم يسجل اولى نقاطه، صحيح بيلعب بالبوزيشن نمبر 1 صحيح منه لاعب مثل اللاعبين العمالقه الموجودين على ارض الملعب ان كان عبد الوهاب الحموي ان كان ايرفي توري او ان كان تايرون ماكلين، الا ديان ديكسون قادر يعمل الجامب العالي، قادر يعمل الدنك بسله الشانفيل، والنتيجه 8-6 لمصلحه الشانفيل. صافره جديده وخطا جديد، مباراه اكثر من رائعه ببدايه مر نص الكوارتر الاول وما حسينا بالامر. قد ما هي المباراه حماسيه، قد ما هي المباراه رائعه، هيك دائما مباريات الشانفيل والحكمه، فريقان من الاقطاب بكره السله اللبنانيين، الشانفيل والحكمه. عبد الوهاب حموي اللي شفناه بالسمر ليج كان موجود على امل انه يتعاقد مع احد الفرق اللبنانيه، ويبدو انه على الطريق الصحيح للقيام به الامر بعد ما استعان في الشانفيل ليكون موجود. اكيد الشانفيل عنده لاعب اجنبي اخر هو الامريكي تيرنس ليزر. عبد الوهاب حموي اذا عم يسجل 2-2. تيرنس ليزر مصاب عم بغيب عن الفريق، مثله من كاب سركيس، مثله من فريق سلمان يلي انتقل من الحكمه الى الشانفيل حديثا. ايضا تايرون ماكنيل عم يحاول يلعب بداره على اللو بوست، ما بينجح بهالامر، الكره عم ترتد لعند ايرفي توري، ايرفي عن 3 بوينتس، انما ما عم ينجح ايرفي، والخطا لمصلحه ميشيل معدلي ولمصلحه الشانفيل. عم شوف تايرون ماكنيل بصراع العمالقه مع عبد الوهاب حموي، اللاعب السوري كان عم يعمل البلوك شوت على عملاق الحكمه. شو هالمباراه وشو هالبدايه المباراه، هيدي هي الباسكت بول اللبناني، هيدي هي كره السله اللبنانيه وجمالها وحماستها الدائمه وجمهورها الرائع مع محاوله الاقتراب من ميشيل معدلي. ميشيل معدلي بموت اكثر من رائع تحت السله، ما نجح يسجل، الكره بتبقى مع فريقه بتبقى مع كارل عاصي، كارل بحاول يتقدم بحاول يعمل الدرايف منه للحموي على المسافه المتوسطه، اير بول من عبد الوهاب حموي بتروح لايرفي توري. شوفوا ليكي سريع للمباراه، شوفوا المباراه شو حلوه مع هايك عن 3 بوينتس، طب ينجح هايك لمين الريباوند؟ لمين الريباوند؟ لتايرون ماكنيل الريباوند، تايرون ماكنيل او ايرفي توري، شوف لمين اختصمت هالكره، يبدو اختصمت لايرفي توري. اذا نقطتين زاد للاعب الفرنسي، 4 نقاط عم تصير رصيده بمباراه اليوم. رودريك عال وبشير عموري على مقاعد البدلاء، ومحاولة جديدة عن 3 نقاط من كارل عاصي ما بينجح فيها، بتنتقل الكرة لعند السريع ديان ديكسون، ديان بيهدئ وتيرة اللاعب بعض الشيء بيلعبها لعند هايك، هايك بمرر لتايرون ماكنيل ما بينجح يسجل الريباوند لميشيل معدلي. رائعة جدا هالمباراة، عم بستمتع بكل لحظة بكل كرة بكل حركة مثل هالحركات يلي عم يعملها أفضل لاعبي المباراة حاليا على أرض الملعب. افضل لاعبي المباراه حاليا على ارض الملعب ميشيل معدلي. شوفوا ملا دخول ملا الاختراع لسله الحكمه وملا طريقه سجل فيها ميشيل معدلي، رائع جدا كابتن شانفيل بالوقت يلي تايرون ماكنيل عم يرد بشكل سريع من المسافه المتوسطه. تايرون عم يسجل نقطه الرابعه وعم يخلي الفريق يكون نقطتين فقط بين شانفيل والحكمه. هيدا هو نوع المباريات يلي بنحب نحضره، هيدا هو الجمهور الرائع جمهور الحكمه المميز جدا الموجود اليوم بمدرجات الملعب الرائع، ايضا ملعب الرياح. ماركو جيان بيحاول على 3 نقاط ما بينجح بالتسجيل، بتروح الكره سريعه لعند ايرفين توري بيسلمها لدايان ديكسون، شغل كثير كبير عم يلعب جانب ثلاثه من فريق الحكمه، انما هايك عم يحاول حاليا من خارج الارك ما بينجح بالتسجيل، والريباوند كان لاليو رستم والخطا لمصلحته للرقم 8. مباراه رائعه جدا كرر الامر انما بتستحق كلمه بالوقت اللي بشير عموري
بده يسجل اول ظهور له بالالوان الحكمويه على حساب هايكو فيجيان. ايضا ايرفي توري يبدو رح يخرج، رح يدخل مكان رودريغ عال. بالفعل الامر حصل، رودريغ عال و هايك جورجيان اصبحوا على ارض الملعب، والمحاولة الجديدة لفريق الحكمة ما بينجحوا بهالامر. بترون عند عبد الوهاب حموي، اعلى من الجميع كان لالتقاط الريباوند. كارل عاصي على ست بلاي، كارل ايضا عم يعمل درايف اتجاه السلة، عم يعمل الموف صعب جدا يا كارل اكبر. ووكينج على كارل عاصي، طبعا الخبرة اوقات بحاجة لها لاعب الباسكت بول اكثر من الحماسة. كارل عاصي تحمس زيادة عن اللزوم. كارل عاصي يعني طبعا مثله مثل يعني مثل جون عاصي، مثل العديد من اللاعبين اللي شفناهم مع رالف تركيز تحديدا، مثل شوي ايضا شفناهم بالسمر ليج بفريق برو ام، عم يكونوا موجودين ايضا مع رستاس تركيز ورالف تركيز في فريق اشوفيل مع محاوله من رودريغ عال، ما بيجي عم يسجل وقيت خطا لمصلحه عبد الوهاب. قدم اداء جيد اللاعب السوري عبد الوهاب حموي، عم يحصل على خطا وراح يروح لينفذ اثنين فري ثروز مثل انطقت الريباوند وارتكب عليه الخطا تايرون ماكنيل لعبد الوهاب حموي. ميشيل معدن اللي هو اللي عم يخلص بالكره حاليا كابتن شانفيل بالمباراه، عم يعمل تيرن اوفر لاشير اموري، عم يقطع من عبلا دانتيكس التايم بالطريقه الرائعه. انما تايرون ماكنيل كان بانتظار الحموي ليعمل البلوك شوت. شوفوا مالها مباراه سريعا الكره عم تنتقل لعند الحكمه مره جديده، بشير عموري، بشير لعند داين ديكسون، ويبدو في ووكينج، فعلا في ووكينج على داين ديكسون. سرعه المباراه عم تخليها اكثر واكثر حماسه اللاعبين تكون طاغيه على التركيز، وبالتالي شفنا ووكينج من كارل عاصي بالمقابل ووكينج من داين ديكسون لاعب نادي المومنت من السابق داين ديكسون. كارل عاصي بمواجهة رودريغ عال، الخبرة بمواجهة الشباب، الخبرة بمواجهة الموهبة مع ديشان سليمز. ديشان عم يحاول عن 3 بوينتس ما بينجح بهالامر. ديشان والريباوند كان لارفي توري، والخطا من مارك كورجيان على ارفي توري. جون عاصي رح يدخل الى ارض الملعب. هيدي هي الفرصة اللي عم تحدث عنها، بيعطيها غسان تركيز للاعبين الناشئين والشبان، ويمكن عندهم فرصة أكبر لأنه يبرزوا هيدي السنة بعد ما تأخر الشعبين ناشئين فريق بسبب المشاكل بتأمين الميزانية. خسر العديد من اللاعبين مثل باسل فوزي اللي شافوه نديم سعيد ونديم حاوي، إنما بلاعبين والشبان قادر يكون منافس بمحاولة رودريغ عال. أي عن 3 بوينت، عن 3 بوينت عم يضرب من بعيد. العقل المفكر بالنسبه للحكمه كان هو الهداف باللقطه الاخيره تحت انظار الجمهور الحكماوي الكبير، الجمهور الاخضر يلي ما بتشوفوه الا بالمباريات الكبيره مثل المباراه بين شوفير والحكمه والمحاوله الثلاثيه من قبل ابناء ديك المحدي ما بننجحوا فيها. بالمقابل الارتداد من رودريغ عالي اللي عم يحصل على الخطا رودريغ، عم يحصل على الخطا رودريغ. هيدي هي كره السله اللبنانيه، هيدي حلاوتها، هيدا جمهورها بجمهور الحكمه، بجمهور الرياضي، بجمهور الشامبيون، بجمهور المتحد، بجمهور كل الفرق يلي دائما بتواكب فرقها ولاعبينها بتشجعون. هيدا الامر يلي بيميز كره السله اللبنانيه، هيدا الامر يلي بيجعل كره السله اللبنانيه من اكثر الالعاب شعبيه بلبنان اذا ما كانت اكثر شعبيه. رودريغ عائل عم ينجح بتسجيل اول فري ثرو لاله بمباراه اليوم، النتيجه 13-12 التقدم الحكماوي الاول بالمباراه عم نشهده باللحظات. 14-12 ايضا، ورودريغ عم ينجح بتسجيل الفري ثرو الثاني لاله، عم يرفع رصيده لخمس نقاط. 15-12 اذا النتيجه لمصلحه الحكمه بالوقت اللي ديشان سليمز عم يجرب حظه من بعيد. ايضا ديشان سليمز عم يفشل على خط الثلاث نقاط، نسبه متدنيه عند لاعبي الشانفيل من هالمسافه باستثناء ميشيل معدلي اللي سجل مرتين من خارج الارك. دايان ديكسون تحت رقابه جون عاصي، تبادل بين كارل عاصي وجون عاصي لرقابه دايان ديكسون يلي عم يخترق منه ما عم ينجح بالتسجيل. ما معقول دايان ديكسون باي طريقه ثاني على نهايه المباراه، وعم يقطع الكره بشكل سريع، عم يقطع الكره بشكل سريع رودريغ عال، وعم يخلي التقدم الحكماوي بنتيجه 15-12. اذا التقدم الحكماوي بنهايه
بنهاية الكوارتر. بنهاية الكوارتر الأول حتمي شانفيل 15-12. مباراة التضامن وهوبس يلي شفتوها متقاربة بكل أربعة، كانت انتهت بنتيجة 78-71 لمصلحة طبعا فريق التضامن. تضامن وهوكس قدموا لنا مباراة كبيرة جدا، المستوى المتقارب، المنافسة حتى الدقائق الأخيرة يلي حسم فيها فريق التضامن النتيجة بفضل برانكو فيتكوفيتش يلي قدم مباراة كبيرة وسجل 21 نقطة مقابل 18 نقطة لفلادان مواطنه أصدربي. بالمقابل عزت قيسي كان سجل 20 نقطة لمصلحة هوكس. مباراة حلوة كثير كانت بافتتاح هالبطولة يلي قسمت الفرق السبعة المشارك فيها الى مجموعتين، المجموعة الأولى بتضم بيبلوس الويزي وهما اثنين وانسحب من المتحد رغم تواجده بالقرعة، أما المجموعة الثانية فبتضم الحكمة هوكس التضامن وشونفيل، أول فريقين من كل مجموعة رح يتأهلوا للدور نصف النهائي بختام دور المجموعات اللي رح يقام على طريقة الدوري من مرحلة واحدة، ومن بعدها بتكون المباراة النهائية يوم السبت المقبل. لكن احنا معكم مشاهدينا مشاهدي شاشة الوطن، شاشة تلفزيون لبنان لمدة أسبوع كامل مع إثارة الباسكتبول اللبناني، مثل ما كنا معكم ومع النائب المباشر لكرة القدم اللبنانية، كرة السلة أيضا إلى مكان وإلى مساحة على شاشتها مع المحاولة الجميلة جدا من إرفي توري، عم ينجح بتسجيل إرفي توري مرة جديدة. شوفوا إرفي توري لاعب مميز جدا عم يلعب بداره، شوفوا على اللو بوست كيف استدار على نفسه، عمل الفيك وبايده الشمال نجح بالتسجيل. محاوله جديده من ميشيل معدنلي للرد، انما عم ياخذ كثير الامور على عاتقه ميشيل معدنلي بمضايقه توري ما نجح انه يسجل. بالمقابل رودريك عال عم يخترق وعم يحاول يحط الكره داخل الباسكت، ما بينجح بهالامر رودريك عال. 17-12 النتيجه لمصلحه الحكمه، 17-12 النتيجه لمصلحه الحكمه. رودريك عال امام فرصه رفع تقدم فريقه مع اثنين فري ثروز. بداية الشانفيل كانت جيدة، انما رودريك عال وزملائه عم ينجحوا بتغيير الامور وصلبها لمصلحته. رودريك عم يسجل مرة جديدة، هذه ثالث فري ثروز ثالث فري ثرو لرودريك عال بمباراة اليوم عم ينجح بتسجيلها. 18-12 نتيجة لمصلحة القلعة الخضراء. رودريك عال بطولة بتعني كثير مثل ما قلت للحكم لأنها بتحمل اسم رئيسه السابق، وأكيد بتهمه كثير لتأكيد حضوره فريق الحكمة، لتأكيد حضوره بهالبطولة، لتأكيد حضوره ببطولة لبنان بعد ما قيل بالفترة الأخيرة أنه رح يكون هو خارج الحسابات، خارج المنافسة. الحكمة دائما حاضر مثل ما الرياضي حاضر، مثل ما شونفيل كان حاضر ايضا بالمواسم الماضيه مع جو منصور لاعب الخبره عم يحاول يخترق. جو عم ياخذ الكنترول على الكره وصافره الحكم كانت اسرع من الجميع. جو منصور ويبدو انه اللي كان ارتكب الخطا الاخير. مايكل صدقة ايضا اصبح على ارض الملعب مع المحاوله من صدقة مع مين ينجح فيها. رودريك عال عم يلتقط الريباوند سريعا الى بشير عموري، وفي خطا على بشير عموري عم يرتكبه مايكل صدقة، خطا على بشير عموري عم يرتكبه مايكل صدقة، والاند وان كانت للعموري اول نقاطه بمباراه اليوم. باسكت ان اذا لبشير عموري. بشير عموري عم ينجح بتسجيل الفري ثرو ايضا، ثلاث نقاط بهالهجمه كانت لفريق الحكمه، والفارق عم يرتفع لتسع نقاط. على الصعيد الشخصي ما بتمنى انه الفارق يكون كثير كبير لانه اثاره المباراه بتقارب مستوى الفريقين. روني فهد عم بيسجل كام من المسافه المتوسطه. رودريك عال مره جديده عم ينطلق عم يلعب للعموري، عم تروح لعند الرستم، الرستم بيعمل درايف باتجاه السله وعم يحصل على الخطا. حكم شو عم بيقول؟ خلينا نشوف الحكم شو عم بيقول. روني فهد خطف الكرة من إلي رستم والحكم اعتبر انه في خطأ على جورج سعد، اعتبر انه في خطأ على إلي رستم. 22-14 النتيجة لمصلحة فريق الحكمة.
تايم اوت بهالاثناء. دايركت ريليس يحول احد جرين يجي لاعب اوبن شوت. طبعا المدرب فؤاد ابو شارع عم يطلب من لاعبينه الروتيشن تكون سريعه، تكون سريعه الروتيشن من قبل لاعبي الحكمه، تخرج الكره بشكل سريع من ايدهم اكيد ليقدروا يستعملوا قدراتهم على الويك سايد بمواجهه الشونفيل. الاعتماد راح يكون كبير اكيد كمان على روني فهد اكثر اللاعبين خبره على ارض الملعب من ناحيه الفريقين. حضور جميل مباراه الليله واللافت مثل ما تعودنا، جمهور الحكمه بواكب فريقه باي ظرف كان، وجمهور الشانفيل ايضا يلي عم نشوفه امامنا خلف بانش الفريق تحديدا. مستر سركيس جون مامو وروبير عماد والى جانبهم ايضا رالف سركيس. شوفوا جمهور الحكمه الرائع يلي عم يزين مدرجات ملعب بلديه شياح. هيدي هي الباسكت بول اللبنانيه، هيدي هي اللعبه الشعبيه الأولى بلبنان، هذه هي اللعبة اللي دائما ملاعبها ومدرجاتها مليانة على أمل إنه الألعاب الرياضية الأخرى تكون على نفس الصورة. مع جون عاصي، جون بيحاول عن خط الثري بوينت، جون عاصي عم ينجح سوء حظ، الكرة دخلت وخلفت مسير عموري كان على الريباوند عم يلعب دور كثير كبير، لعب نيباز زحلة السابق بالتقاط الكرة من رودريغا عال بيسر إلى الكرة. هذا الأمر يلي طلبه المدرب فؤاد أبو شعرة، هايك بيسلم ليرستوم، هايك بيحاول ليرستوم بيحاول يخترق وعم يخسر على الخطا. اليوم الأخطاء يلي عم ترتكب ضد ليرستوم أكثر طبعا من السلات يلي سجلها، لأن ليرستوم كابتن الحكي بعد ما قدر يسجل أي نقطة بمباراة اليوم، عم يتعرض لأخطاء، كان أجرى عملية جراحية بالكتف ليرستوم، لا تزال أثاره واضحة على كتفه الأيسر. كل السلامات لإلي، واحد من اللاعبين الكبار والمهمين جدا بكرة السلة اللبنانية، لاعب بيسترز والمتحد سابقا والحكمة الحالي. مع رودريغ عال منه لإيرفين دوري عم يرجع يستلم على ست بلاي، بلاي ميكر فريق الحكمة منه لإلي رستم، إلي عم يحاول يخترق، إلي بفضل لبرا لرودريغ، رودريغ أيضا لبرا لبشير عموري، المحاولة الثلاثية من بشير عموري، المحاولة الثلاثية من بشير عموري بقلب كبير، ضرب المسافة بعيدة بشير عموري، ما تعودنا على بشير عموري يسدد من هالمسافة البعيدة. عادي أيضا خطأ عم يحصل عليه روني فهد. إذا روني بينجح اذا بتسجيل الرميه الحره الثانيه، ثلاث نقاط لروني فهد حاليا بالمباراه. اود ان يكون رودريغ عال هو كابتن الحكمه، لكن بحسب سكور شيت اليوم اللي رستم هو كابتن الحكمه. عم نشوف الفيتوري عم يجرب على البيز لاين يدخل ويسجل، لكن عم يتعرض كان لخطا جو منصور. كونتريت روز اذا لايرفي توري، ايرفي عم يسجل السلة الأولى على فري ثرو ايرفي توري، واحدة من الثانية حاليا لايرفي توري، الثاني ما بينجح فيها الفيتوري، والريباوند كان عم يكون لجون عاصي لاعب صغير انما فعله كبير جون عاصي. ايضا دخول منصور خويري واحد من اللاعبين المميزين بيلعب لجو منصور، جو ما بينجح يسجل
الريباوند عم بيكون مجددا لإيرفي توري، سيطر على الريباوند من قبل إيرفي توري بكثير من المحلات تحت سلة فريقه، الأمر بدون شك ممكن يصنع الفارق، لا بل إنه صنع الفارق إذا فينا نقول، 26-15 النتيجة بالنسبة لفريق الحكم، الفرق 11 نقطة، إيرفي توري اللي قضى معظم مسيرته بالملاعب الإيطالية، أيضاً بنستنى لنا الوقت بنحكي أكثر عن إيرفي توري وإنجازاته، حلو إنه نتعرف على اللاعبين الأجانب الجداد يلي عم يفوتوا على الباسكت بول اللبناني، روني فهد كان عم يحاول إنه ما بنجح بتسجيل الكرة مجددا إلى خارج أرض الملعب، واحد من اللاعبين يلي بتشوفه شخصياً دائماً على أرض الملعب لاعب ذكي جداً هو منصور الخويري، جون عاصي وهيدا روني فهد، روني عم يحاول يخترق لعب لبرا لعند جون منصور المسافة المتوسطة محاصر منصور ماتومان ديفنس حاليا من قبل فريق الحكمة وعم ينتهوا ال 24 ثانية جريت ديفنس من قبل لاعبي الحكمة سمح لهم باسترداد الكرة وما سمح للشانفيل ابدا بالتسديد اكثر من ممتاز كان الحكمة بدفاع الماتومان يلي عم يعتمدوا رودريغال على ست بلاي وجمهور الحكمه بلوحه جماهيريه جديده ستيل حاليا من جون عاصي بوصلها لمنصور خويري منصور بالانطلاقه شو ممكن يعمل عم يدخل منصور خويري ما عم ينجح انه يسجل منصور خويري اخترق المنطقه الحكمويه انما ما نجح انه يسجل شوفوا كيف مر بطريقه ذكيه عن بشير عموري اللي انجبر يعمل عليه الفول تو فري ثروز اذا للرقم 9 منصور خويري غسان تركيز صانع امجاد نادي الحكمه وحاصل الالقاب الاسيويه والعربيه مع نادي الحكمه، الابتسامه والضحكه المتبادله مع جون مامو. منصور خويري بيسجل اول فري ثرو وبيقلص الفارق الى 10 نقاط. المحاوله الثانيه لمنصور ايضا عم ينجح فيها، الفارق اصبح 9 نقاط. تركيز عالي عند منصور خويري بمباراة اليوم ايضا هي فرصة للاعبين الناشئين المنضمين حديثا الى الفرق اللبنانية انه يظهروا قدراتهم، بشير عموري منه لإلي رستم، إلي عم يحاول يستفيد من سكرين إيرفي توري، إلي لعبها لبرا لعند هايك يوفيشيان، هايك هايك بحاول يخترق هايك بايده الشمال عم يحاول يدخل هايك، محاصر ثانيتين امام الحكمة لكن فيز للأزمة وايضا 24 ثانية عم ينتهوا، ما حدا احسن من حدا بالنسبة للديفنس مثل ما الشانفيل عجزوا انه يسددوا خلال 24 ثانية، الأمر نفسه عملوه فريق الشانفيل 17-26 النتيجة لمصلحة الحكمة، منه راضي أبدا فؤاد أبو شارع عن يلي حصل بالهزمة الحكموية الأخيرة، تايم أوت جديد. خمس دقائق و 52 ثانية متبقية على نهاية الكوارتر الثاني من المباراة، التقدم دائما حكماوي بنتيجة 26-17، استاذ نديم حكيم رئيس اللجنة المنظمة لدورة كأس الراحل ريشا الهوب وأيضا أعضاء اللجنة الإدارية لنادي الحكمة مارون غالب وزاف عبد المسيح وسامي برباري موجودين بالمنصة الرسمية بملعب بلدية الشياح، محاولة جديدة المرة من مايكل صدع ما بينجح انه يسجل إيرفي توري سريعا على ديفينسيف ريباوند عم تنتقل لعند إلي رستم يلي عم يبحث عن كل سلاته بمباراة اليوم، إلي منه لعند إيرفي رودريك روتيشن سريعة من قبل لاعبي الحكمة، تايرن ماكنيل أيضا بطريقة جميلة للخارج لعند هايك، هايك عم ينجح عن 3 بوينت بيرجع بلم الريباوند بإصرار هايك يوكيتشان عم بيسجل أولى سلاته بمباراة اليوم، شوفوا الإصرار الكبير عن نجم الهومات من السابق كيف سجل بأي طريقة، فعلا رح يكون خسارة للحكمة
في حال استمر قرار ايقاف القرار يلي بيعتبره ظالم بحقه لهايكي كيوكيشان. ايقاف سنه قرار قاسي جدا على هايكي كيوكيشان. بتامل انه هالامر ينتهي بشكل كثير سريع بالوقت يا مايت الصدعه بيحاول يرد فبينجح بهالامر. ريباوند لرودريج عال بطريقه رائعه جدا بحولها لعند ايرفي توري قبل ما تخرج. ايرفي سريعا بحاول يعيدها لرودريج عال والكره الى خارج ارض الملعب لمصلحه شونفيل. بيكون سريع بالترانزيشن فريق الحكمة انما ببعض الاحيان التسرع عم بيكون حاضر. مجددا منصور خويري عم يحاول يستفيد من السكرين لانه يسدد فعلا عم يستفيد من هالامر. منصور خويري نقطته الرابعة بالمباراة عم يستفيد من السكرين وعم يسدد من المسافة المتوسطة وعم يسجل لمرة جديدة. رودريج عال منه لعند ارفي توري مان تو مان ديفنس من قبل شونفيل حاليا تايرون ماكنيل على لو بوست. تايرون بيبرم على نفسه وعم يسجل مره جديده. تايرون ماكنيل رائع جدا. تايرون ماكنيل عجبني كثير كيف بيبرم على نفسه تحت السله برم على مايكل صدقه. فرق كبير بالخبره بين هاللاعبين ونجح بانه يسجل. صدقه منه لروني فاد. روني عم بيحاول طبعا يلاقي حظ ما لاقوا تحت السلة ما بينجح بالأمر. الكرة عم ترتد سريعا لعند ايرفي توري اللي عم يضرب مرة جديدة 32 19 والفارق عم يرتفع ل 13 نقطة. الأسس كان من هايكي كوكشيان لايرفي توري وايرفي يطلع دغري على السلة وبيسجل. ووكينج على ميشيل معدلي بالكرة الأخيرة. تيرن اوفر جديد على فريق شونفيل. الأمور بلشت تخرج عن السيطرة بالنسبة لفريقه لغسان تركيز بهالمواجهة الصعبة جدا مع الحكمة. بالوقت اللي رودريج عال عم يخرج من ارض الملعب وزايان ديكسون عم بيعود ليكون هو بلاي ميكر فريق الحكمة. صباح خوري ايضا شفناه موجود على مقاعد البدلاء. بالوقت اللي تايرن ماكنيل عم يحاول انما ما عم ينجح مرة جديدة بتروح لعند روني فاز. روني بالانطلاقة السريعة على مايكل صدقة. منصور خويري الى جنبه بيرجع بيسلم روني. روني عن 3 بوينتس ما بينجح. روني سجل على 3 بوينتس وملك الريباوند بهالمباراة. ايرفي توري عم يلتقط ريباوند جديد بيترك الكرة لعند داين ديكسون. 3 دقائق متبقية على نهاية الكوارتر الثاني. صدقوني ما حسيت بالوقت بهالمباراة ابدا بهالمباراة قد ما هي مباراة حماسية. سافر من الحكم كانت عم تقول انه في ووكينج على تايرون ماكنيل. الوقت اللي اعتقدوا فيه لاعبين الحكم انه في خطا لمصلحه العملاق الامريكي عم نشوف بالاعاده وجهته لروني فهد. والووكينج اللي اكتسبت على تايرون ماكنيل صاحب الست نقاط لحد الوقت. منصور خويري لمواجهه داين ديكسون. منصور في بلاي ميكرز عم يلعب فيهم حاليا على ارض الملعب غسان تركيس روني فهد ومنصور خويري. داين ديكسون طريق سريعا لايك وفي خطا جديد. وهيدا الي رستم خطا جديد لمصلحته لالي رستم. هذه مره جديده خطا ارتكبه منصور خويري. خطا واضح كان لمصلحه الي رستم اللي حكون امام فرصه تسجيل اولى نقاطه بمباراه اليوم عن خط الفري ثروز. أول فري ثرو لإلي ناجحة بسجل الأولى 33 19 لمصلحة الحكمة. واحدة من اثنين لإلي رستم. إذا عم تخبط أراميات القارة وسريعا إلي عم يرتكب الخطأ على ميشيل معدلي. خطأ رح يسمح لميشيل معدلي بالجهة المقابلة يرد بنفس الطريقة على إلي رستم. الجماهيري ليش جدا ببدايه الدوره الوديه. طبعا ابواب الملعب مفتوحه بشكل مجاني امام الجميع للاستمتاع بالمباريات يلي رح تقودها ابرز الانديه اللبنانيه على صعيد الباسكت بول. ميشيل معدلي صاحب 8 نقاط عم يفشل بتسجيل الفري ثرو الاولي انما عم ينجح بالثاني. نقطه التاسعه بالمباراه للمعدلي. داين ديكسون بمواجهة منصور خويري عم يستفيد من السكرين من تايرون ماكنيل. تعيد خط داين ديكسون ولا يسجل مرة جديدة.
شد طاير تيكساس قدر يستفيد من السكينة اللي عمله اياها طاير ماكين فيحط سلة جديدة بمواجهة الشانفيل. ميشيل معدلي عم ينجح او عم يكسر الكرة بتروح عند هيك كيوفيشيون عم يحاولوا يعملوا الشو لأبيع الحكمة بهالاثناء كانوا عم يحاولوا يعملوا الشو لأبيع الحكمة بهالاثناء بالوقت اللي ديشان سيم دوي اللي عم يصنع العرض بالجهة المقابلة بثلاث نقاط جميلة جدا. شوفوا هيك كيوفيشيون لزيان ديكسون يلي ما نجح يعمل الفولو ويسجل بالسلة 35-23 تايرون ماكين هو اللي عم يخترب هالاثناء وعم ينزل عم ينجح بالتسجيل مرة جديدة نقطة قدامي سيطرة كبيرة ل تايرون ماكين تحت سلة تشانفيل ميس ماتش واضح مع مايكل صدع بالوقت اللي فيه 3 بوينت من ميشيل معدلي ثالث 3 بوينت بالمباراة للاعب السوري عم يخلي فريقه باجواء المباراة. اذا ميشيل معدلي مرة جديدة ايرفي توري عم يعمل هو السكرين هالمرة لا ديان ديكسون وعم يستلم منه وعم يسجل يعني التفاهم كثير كبير وهيدا تايرون ماكنيل التفاهم كثير كبير بين تايرون ماكنيل و ديان ديكسون وبين اللاعبين الاجانب الكونكشن عالي بين اللاعبين الاجانب بفريق الحكمة. رئيس ماها عم نشوفه امامنا ابن الحكمة يلي سجل بدايته مع الحكمة عم بيعود لفريقه الأم كان راح على أنيبال زحلة وأيضا لعب مع الرياضة. هيدي هي ثلاثية ميشيل معدلي اللي كان عم يطالب بالخطأ من بعدها فريق الشانفيل فريق هو 13 نقطة حاليا لمصلحة الحكمة وتايم أوت جديد بالمباراة. الياس فين و كارل سركيس هن ابرز الغائبين عن مباراة اليوم. الياس فين يلي عم يعود الى فريقه السابق شانفيل من الحكمة تحديدا وكارل يلي موجود ايضا خارج حساباته لوالده بس كارل سركيس بسبب الاصابة. كان فريق اضافة لياس فين ضم ماركو رجيان جون عاصي جو منصور ريداغر ومايكل صدقة إضافة إلى كارل وإلي إسبان عم يجيب طبعا الأمريكي تيرنس لدر السبعة عم نشوف عبد الوهاب حموي اللاعب السوري عم بيكون موجود على أرض الملعب. ميشيل معدلي عنده الثاني فري ثروز وهيدا جمهور الحكمة مثل ما عودنا جمهور الحكمة ينجح ميشيل معدلي تسجيل اول فيكو لاعب يلي كان اخر تجربه احترافيه له ب روب ووريرز الفلبيني عم ينجح ايضا تسجيل سله ثانيه 28-39 النتيجه بالاثناء لمصلحه الحكمه مع علي رستم المدرب فؤاد ابو شقره عم يتركه على ارض الملعب. الي من المسافه المتوسطه عم ينجح بالتسجيل. الي اخذ ساعه كثير كبيره. الي رستم مجددا عم يرفع الفارق الى 13 نقطه بالوقت اللي منصور شويري عن 3 بوينت عم ينجح بالتسجيل متسرع كان منصور شويري بالمحاوله الاخيره بتروح لعند داين ديكسون. شوفوا داين ديكسون سريعا لالي رستم بتعود لداين ديكسون روي سناحة يلي دخل إلى أرض ملعب تايرون ماكنيل رائع جدا تايرون ماكنيل ما في يقول شيء أبدا عن هاللعب 12 نقطة سجلها تايرون ماكنيل لهالوقت ممتاز جدا عم بيكون على المسافة المتوسطة ومن تحت السلة أيضا تايرون ماكنيل عم يلم هالكرة 4 ثواني 3-2 هاي كيوكجيان من منتصف الملعب والكوارتر الثاني عم ينتهي بنتيجة 43-28 لمصلحة الحكمة. أداء كبير من الحكمويين بهالمباراة وخصوصا
في الكوارتر الثاني 43-28. اذا عم بتكون النتيجه تقدم دائما حكماوي، لكن بعد في ثاني كوارتر سريعا مشاهدينا الى فصل اعلان موعود بعد للتابع بقى من الكره. 43-28 كان عم ينهي الحكمه النصف الاول من المباراه، بالوقت اللي الشوفير عم يبدا الكوارتر الثالث بيسلم من خلال مارك كورجيانو. اذا اللي عم يسجل وعم يخلص الفارق ل 13 نقطه. طبعا المباراه كانت ببدايتها جيده من قبل فريق الشوفير، انما كانت عم الامور عم تكون صعبه على فريقه، على فريقه لغسان سركيس، على اعتبار انه الكيمستري موجوده بشكل اكبر عند لاعبي الحكمه، والامر المفاجئ هو الكيمستري الكبير الموجود بين لاعبينه الاجانب الثلاثه. عم نحكي عن داين ديكسل، عم نحكي عن تايرون ماكين، وطبعا عم بحكي يعني عن ايرفي توريا اللي قدم اثنين كوارتر جيدين وخصوصا على صعيد الريباوند، انما التسجيل كان عم ياخذه على اوت وين لاعب الموجود امامنا تايرن ماكنيل اللي عم يسجل بالاثناء نقطه الرقم 14. بالمقابل ميشيل معدن اللي افضل مسجلي الشامبيل عم يحاول ياخذ الامور على عاتقه بكثير من المحلات، بيلعب الكره للامام لعند راي داغر، راي بعيده لميشيل، ميشيل عم يسدد عن 3 بوينت، رابع 3 بوينت لميشو معدلي بمباراة اليوم، أفضل اللاعبين بالتسديد من المسافة البعيدة، ميشيل معدلي الأكثر تسجيلاً عن آرك 3 بوينت، أربع مرات رجع بالتسجيل. بالمقابل سايرون ماكي عم يواصل مسلسل التسجيل من المسافة المتوسطة، 16 نقطة لتايرون ماكنيل، ممتاز جدا، أفضل هداف بالمباراة دلوقتي اللي جون عاصي اللي عاد أو كارل عاصي اللي عاد إلى أرض الملعب عم ينجح بمحاولته. راح الكرة لعند إيرفان دورين، منه لعند داين ديكسون لاعب الهومنت من السابق، مرتين اجى على الهومنت، مرتين لعب مع الهومنت، دلوقتي لتايرون ماكنيل هالمرة ما عم ينجح. الريباوند لمين؟ الريباوند عم بيكون لري داغر، راي اذا هو يلي عم ينجح بالتقاط الريباوند. سيطرة كبيرة كانت للحكمة على الريباوند بأول ثاني كوارتر، 27 ريباوند مقابل 14، لكن رغم الشيء التيرن اوفرز عند فريق الحكمة كانوا أكثر، كانوا 10 مقابل 7. ميشو معدلي مجددا عم يضرب من بعيد، عم يسجل ثلاثيته الخامسة بالمباراة 36-47. أكيد مشاهدينا مشاهدي شاشة تلفزيون لبنان وين ما كنتوا، وين ما كنتوا عم تتابعونا، كنتوا عم تتابعوا معنا اثنين كوارتر على اعلى مستوى بين الحكمه والشوفيل. اللي عم اقول وين ما كنتوا عم تتابعونا، لانه المتابعه كبيره في الاراضي اللبنانيه وخارج الاراضي اللبنانيه. اكيد التحيه الاكبر لمشاهدينا بالقاره الافريقيه، ايضا للجاليه اللبنانيه بالمملكه العربيه السعوديه وبالخليج العربي وبكل البلدان الاوروبيه والامريكيه اللي كانوا عم يسالوا طوال اليوم عن مباريات دورة الراحل هنري شلهوب، واكيد المنافسة المرتقبة والمنتظرة على اعلى مستوى رغم غياب الرياضي بطل لبنان عن هالدورة. هالمرة ميشيل معدلي ما عم يقدر يسجل عن 3 بوينتس، الرياضي اللي فضل طبعا المدرب الصبطيتش كسب الوقت اكثر لتحضير فريقه وخصوصا بعد الخروج المخيب من بطوله الانديه العربيه من دور المجموعات الدور الاول. داين ديكسون عن 3 بوينتس ما عم ينجح مره جديده. داين ديكسون عبد الوهاب حموي كان عم يلم الريباوند بشكل سهل، كان تحدث عن الرياضي، كان تحدث عن خسارته بدور المجموعات ببطوله الانديه العربيه امام النجم الساحلي رغم تغلبه على الفريق التونسي بدوره حسام الدين الحريري وفوزه بلقب بيروت، انما النتيجه كانت مخيبه على صعيد بطولة الأندية العربية اللي كان بيطمح طبعا ليضم لقب الرجال إلا اللقب يلي أحرزته السيدات للسنة الثانية على التوالي. كنا عم نشوف المحاولة من ميشيل معدلي والباس يلي حاول يوصله بطريقة فنية لجون عاصي أو لكارل عاصي فنجح بهالأمر. صباح كوري دخل إلى أرض الملعب من ناحية الحكمة. تارن ماكنيل مجددا عن الميديستانس، ريباوند لمين؟ ريباوند لعند اليرستو، ما في باسكت، حتى لو دخلت ما في باسكت، صافرت الحكم كانت قبل، خطا لمصلحته لاليرستو. صباحوري بالرقم 33 ايضا العائد، العائد الى فريق الحكمه. صباح اللاعبين اللي بيقدروا يلعبوا بالمركز
بوزيشن نمبر 1 او بوزيشن نمبر 2 تماما مثل داين ديكسون بيقدر يستفيد من هاللاعبين بشكل كثير كبير فؤاد ابو شقره خلال الموسم. حاليا اليرستوم عم يحاول يدخل مسافر جديد ورفيق ووكي على اليرستوم. شوف الاستغراب على وجهه لاليرستوم كان بعد صافي الحكم. دار العاصي يلعب لجون عاصي. جون هيربول من حقيقه الملعب هذا صباح كوري امامنا على الشاشه وداين ديكسون لاعبين لاعبين اوتسايد جيم ممتازه جدا. رجع الاسبق ايضا على ارض الملعب عمليا ثلاث لاعبين من داخل الملعب بيقدروا يلعبوا كابون كارد. هاي الكره لعند تايرون ماكنيل وهالمره في ووكينج على تايرون ماكنيل. هايكوب جيان على ارض الملعب ايضا بديلا لصباح فوري. كان في ووكن فعلا على تايم ماكنيل. بشير عموري عم يستعد للدخول ايضا للانضمام الى زملائه على ارض الملعب بالوقت يلي دفاع المان تو مان عم ينفذه فريق الحكمة حاليا مع ري داغر. مارك أورجيان مارك من كثير بعيد عم بيحاول يسدد ما بينجح بالتسجيل. داين ديكسون كان الاسرع على التقاط الريباوند بتروح لعند رودريك عال. داين ديكسون على البوزيشن 3 رودريك عال على البوزيشن 1 حاليا بالمقابل تايرون ماكنيل على لو بوست بيلعبها لبرا لعند رودريك منه لداين ديكسون. الروتيشن رائعة بالكرة من قبل لاعبيها الحكمة والاروع كيف ايرفيت ورابن ثري بوينتس اللي عم يسجلها من الكورنر. ممتاز جدا الروتيشن اللي عملوها لاعبي الحكمه وسرعه بتمرير الكره وتبادل الكره. بالمقابل ري داغر 36 50 عم يكبر سكور اكثر 14 نقطه لمصلحه فريق القلعه الخضراء اللي عم يرتدي الملابس البيضاء اليوم. عبد الوهاب حموي بايده الشمال عم يجرب وعم ينجح في التسجيل. عبد الوهاب حموي النقطه الرابعه بمباراه اليوم لعبد الوهاب. أربع دقائق و17 ثانية متبقية على نهاية الكوارتر الثالث، ما معقول الوقت عم بطير، عم بطير الوقت بهالمباراة قد ما هي جميلة. 38 50 الفارق 12 نقطة صحيح يمكن الفارق شوي كبير إنما الفريقين عم يقدموا مباراة جميلة جدا. تايرون ماكنيل أوبن شوت عم ينجح تايرون ماكنيل. متأخر كان عبد الوهاب حموي للوصول لإله. وبالتالي استفاد من المساحة المتوفرة أمامه تايرون ماكنيل. لانه يسدد. دار العاصي دار مواجهه ارفيت وريه مواجهه غير متكافئه بالتاكيد. دار تيرن اوفر جديد على فريق الشامبيون. قلت مواجهه غير متكافئه بين كارل العاصي وارفيت وريه. بطبيعه الحال عندما عم يخرج عبد الوهاب حموي تحت سله الشامبيون او عندما ما يكون على ارض الملعب عم نشوف مسمش كثير كبير مع تايرون ماكنيل. حاليا عبد الوهاب على ارض الملعب وبشير عموري دخل الى الملعب ايضا مع تايرون ماكنيل. محاوله جديده ما بينجح تايرون ماكنيل بالتسجيل. ما في سله. مارك أورجيان شوفوا ما عم يصدق مارك أورجيان انه حسب خطا بالفوق. رده فعله للاعب الهومنت من السابق مهضومه جدا. مواجهة لاعب اخر سابق بالمومنتوم هو هايك كريكشان. هايك بحركها لتايرون ماكنيل. ايضا رودريج عائل لبشير عموري. رودريج عم يحاول يخترع عم يعمل درايف باتجاه السله بيلعب لتايرون ماكنيل ما بينجح. عبد الوهاب حموي كان على الريباوند. ثلاث دقائق متبقية على نهاية الكوارتر الثالث بالوقت اللي شانفيل بمحاولة جديدة ري داغر وجون عاصي. الكرة بتبقى لمصلحة الفريق الأزرق. خلينا نشوف الإعادة. حكم اعتبر فعلا إذا عم تشوفوا يعني طار المكنيكا واقف على الخط تماما. عبد الوهاب حموي كرة عند مارك أورجيان. مارك بجرب مرة جديدة من بعيد بعيد كثير. مارك بشجاعة كثير كبيرة على 3 بوينتس عم يسدد. ما نجحت المحاولة الأولى، نجحت المحاولة الثانية وسجل نقطة خمسة مرات اليوم بالوقت اللي هاي
عم يحاول يخترق يعني هيك عم يتعرض لإيقاف من قبل عبد الوهاب حموي بعد استافرة الحكم 42-52 فارق 10 نقطة كان في خطأ لمصلحته لهيك كليوكشيان تو فري ثروز رح تكون لهيك خطأ كان ارتكبه ري داغر على هايك عبد الوهاب حموي هايك اول فري ثرو ناجحه للرقم 24 2 من 2 اذا لهايك اوكسجان عند خط رميات الحره كارل عاصي على ست لي كارل يمر لجون منه لماركو جيان ري داغر حاليا عبد الوهاب حموي هو الوحيد على ارض الملعب كلاعب اجنبي من ناحيه فريق الشامبيل كارل ايضا عم يدخل الكره تيرن اوفر عم تروح لداين ديكسون وفي خطا من ماركو جيان بيقول خطا ذكي كان من ماركو جيان يعني خطا تكتيكي وقف الهجمه ماركو جيان خطا الثاني بالمباراه شوفوا عمل خطا على داين ديكسون قبل ما يمرر الكره لعند هايك كيوكيشيان كان هدفه انه يوقف الهجمه ونجح بالتاكيد بهالامر 24 ثانيه جديد اذا للحكمه مع هايك كيوكيشيان هاي بشير عموري بشير من بعيد بحاول وبتنجح بالتسجيل بشير عموري ثاني ثلاثيه لبشير عموري بمباراة اليوم 9 نقاط لبشير بداية أكثر من جيدة بالنسبة للعموري مع فريق الحكمة شقيق وطارق عموري أيضا انتقل لفريق جديد من التضامن إلى المتحد طرابلس اللي عزز صفوفه بشكل كثير كبير أنا مع عدم جهوزيته بحسب قرار جهازه الفني ما سمحت له يشارك بهالبطولة وبالتالي عدد الفرق رسل عند 7 فرق بكرة أكيد بيبلوس والويز الساعة 4 لربع رح يلتقوا مباراة ما حتكون منقولة مباشرة على فكرة هي المباراة الوحيدة بالبطولة ما رح تكون منقولة مباشرة من بعد تضامن شانفيل الساعة 6 إلى ربع مباراة منقولة عبر شاشة التلفزيون لبنان مثل مثل مباراة الحكي وأوبس الساعة 9:30 ثلاثية عبر ميشيل معدلي إنما ميشيل ما بيقدر يسجل داين ديكسون عم يحصل على الخطأ من جون عاصي واضح كان من جون عاصي على داين ديكسون بيمتد داين ديكسون الاسم الكامل على داين ديكسون اللي بعد ينجح انه يسجل اول فري ثرو لاعب جامعة سينسيناتي سابقا وصاحب الاربع نقاط ثلاثة ريباوند واربع اسيست بمباراة اليوم نقطة الخامسة لداين ديكسون كارل عاصي على ست بلاي كارل منه لعند جون عاصي جون بحاول يعمل درايف باتجاه السله بتعود لكارل كارل لجون مره جديده محاوله عن 3 بوينتس من مطرح كثير صعب كان بالنسبه لجون عاصي داين ديكسون عم يعمل الموف بشكل كثير حلو من بعد ما استلم الريباوند بيلعب لايكو يا 3 بوينتس جديده لفريق الحكمه من كل المسافات قادر يسجل فريق الحكمه 20 نقطة أصبح الفارق 61-41 بكل بساطة الأوبن شوت عندما تكون أمامه لأيك يوكشيان من المرات النادرة إنه يفشل بالتسجيل أيك يوكشيان عم يسجل إذا عن 3 بوينت وعم يرفع الفارق إلى 20 نقطة فؤاد أبو شقرة المترقب بينه وبين حاله أكيد راضي عن أداء فريقه ميشيل معدلي اللي عم بيحاول كثير يخلي شانفيل بأجواء المباراة خف مردوده بعض أشياء بأواخر الكوارتر الثالث المتبقي منه 44 ثانية فقط وشو عم يفكر فؤاد أبو شقرة شو ممكن يكون الاستراتيجي تبعه بالكوارتر الاخير من المباراه وهو يلي الابروش تبع فريقه خلال الاشهر الاخيره تغيرت كليا بعد اذا في يقول خساره جوليان خزوع تركيب الفريق تغير بالشكل وبالهيكليه
بعد رحيل جوليان خزبوع. بالنسبة لفريق الحكي والمحاولة من فريق شانفيل جان عاصي بأول سلاته بالمباراة. ومن هيك عم نشوف تايرن ماكنيل اللي بيلعب البوزيشن 4 و5 كيف شكوك أصلا اليوم حول مشاركته بالمباراة بسبب بعض الأوجاع بقدمه. اجى ارفين توري ايضا اللي بيلعب بوزيشن 4-5 اضافه الى داين ديكستون بوزيشن 1-4. داين يلي كان عم يحاول يسجل بطريقه استعراضيه ما بينجح بهالامر تبع مع الحكم بالثواني الاخيره. هايك يوكيشيان رائع جدا عم بيكون وهيدا يلي عم بفكر فيه بالتأكيد فؤاد ابو شعره انه انا اذا خسرت هايك يوكيشيان شو ممكن اخسر بالموسم الجديد. عم يأمل من دون شك مثل الجمهور الحكماوي انه ينرفع الايقاف على اللاعب. شوفوا باي طريقه هاي الكوكشيان بلاين شارت اذا فيه يسميها على عمياني كان عم يوضع الكره داخل السله بعد ما كان زميله داين ديكسون تعرض للبلوك شارت. بالاعاده بشير عموري لعب لهايك وشوفوا هايك اجمل سلات مباراه اليوم هي سله اليوم شوت اوف ذا داي اذا فيني اسميها. هايك كونجان امام عبد الوهاب حموي 20 نقطه هو الفارق. عم نشوف بالاعاده دخوله لداين ديكسون والبلوك شوت الاكثر من رائع من عبد الوهاب حموي. السبيل اللي كان عنده هايك كونجان والبشير عموري مرر بشكل كثير سريع. الفريق الحكمه ايضا اللي خسر دانيال فارس بعد استثناءه عنه بعد توالي اصاباته وضم صباح كوري ولاعبين محليين ايضا بالبوزيشن 4 و5 مثل بشير عموري وروي سماحه. كما ترك الفريق اكيد كيكو حيدر ومثل ما ذكرت الي اسبان يلي راح لشانفيل وباتريك بوعبود يلي شفناه اليوم مع فريق التضامن عم يفوزوا على هوبس بنتيجه 78-71 لكل يلي ما تابعوا المباراه. من الوجوه يلي بقيت في روبير ابو داغر وجو غطاس بينما شانفيل اللي تاخر مثل ما قلت بالتحضير بسبب مشاكل بتامين الميزانيه كان خسر باسل بوجي والي شافون لمصلحه بيبلوس. وبريد عقل اللي عم يبدا على الكوارتر الرابع بافضل طريقه ممكنه وعم يسجل ثلاث نقاط. بدون شك شانفيل عم يفتقد لاكثر للاعبين بعد بدايته الصعبه اليوم امام الحكم بالوقت اللي ميشيل معدن اللي عم يحصل على الخطا. نديم سعيد عدى لانتقال عمان من نديم حاول انتقل للرياضي. لكن من المفترض انه مساله الثلاث اجانب على ارض الملعب تساعده على سد الثغر خصوصا بوجود ميشيل معدلي ديشان سيمز وعبد الوهاب حموي. ميشيل معدلي على خط الفري ثرو عم ينجح بالاولي المعدلي لاعب يلي سجل بدايته مع الجلاء قبل ما ينتقل للجيش السوري ومن بعدها لفتره طويله بين 2004 وال 2010 مع الجلاء ما عم ينجح بانه يسجل اي فري ثرو. تايرن ماكنيل عم ياخذ الريبوند سريع عن الحكمه. داين ديكسون سريع كثير فريق الحكمه عم يكون بالترانزيشن حاضر على الصعيد البدني. هالامر واضح كثير واضح من قبل لاعبي الحكمه خصوصا اللاعبين الاجانب يلي منهم هيدا داين ديكسون عم ياخذ شوطه ما عم بيسجل. ريباوند لمين؟ الريباوند لري داغر. ري سريع لعند ميشيل معدلي. ميشيل عمر عن هايك بطريقه جميله جدا بيلعب لمنصور خويري اللي عاد الى ارض الملعب مكانه لكارل عاصي. خطا من بشير عموري. ميشيل معدلي خبره كثير كبيره في حال بقي مع فريق شانفيل لبطولة لبنان لعب مع فرشان مسكين فرشان لونج راينز ضغط على اصحاب جدة داو دبل ستار ايجلز مسكين ومع نورث ايست تايجرز مسكين العديد من اللاعبين من الانديه اللي لعب مع ميشيل معدلي. بتسلي لري داغر وانتوان لري داغر بالإعادة. ري عم يسجل وعم يحصل على الخطا 45-66 21 نقطة فرصة أمام ري داغر لتقليص الفارق. عم ينجح هذا الأمر تايرون ماكنيل هو اللي عم يلم الريباوند بتروح لعند رودريج عقل بأعصاب باردة وبأعصاب هادية بيقدر يتعامل فريق الحكمة مع المباراة بالكوارتر الأخير. رودريج بيخترق بيلعب لبرا لعند داين ديكسون عن 3 بوينتس
على 3 بوينتس. الكره عم ترتد لعند ري داغر، ايضا الانطلاقه من قبل اشون فين والمحاوله الثلاثيه من خارج الارك، محاوله كانت من ميشيل معدلي لتسجيل ثلاثيته السادسه بمباراه اليوم. ميشيل معدلي لعب منصور خويري، منصور خويري ومجددا الكره مش عم تدخل انما عم تعلق تعلق بالرينج تبع السله. هالامر شفناه بالمباراه الاولى بين التضامن وهوبس انما بالسله الموجوده بالجهه المقابله. عبد الوهاب حموي بحاول ياخذ شوطه ما بيقدر يسجل. عبد الوهاب ترن عند لاين ديكسون منه لهايك، هايك عن الثري بوينت. هايك كيوتيجان عم يقدم مباراة كثير كبيرة من ناحية فريق الحكمة، 12 نقطة لهايك كيوتيجان، إنما الأهم نسبة التسجيل العالية اللي عم تكون موجودة عنده. منصور خويري عم يرد بهالاثناء بنقطته السادسة من تحت سلة الحكمة، النتيجة 45 أو 47 69 22 نقطة 22 نقطة الفارق. بشير عموري بيسلم داين ديكسون، ارفيتوري أصبح جاهز للعودة إلى أرض الملعب، هيكون إضافة كبيرة للقوة الهجومية الموجودة عند فريق الحكمة بمباراة اليوم. رودريغ عال من لتايرون ماكنيل، وال 24 ثانية عم ينتهوا، 24 ثانية عم ينتهوا. وعشرين نقطة هو الفرق بين الحكمة والشونفيل، ويبدو اعتراضات الشونفيل كانت على احتساب الحكم سلة تايلر ماكنيل اللي عم يحصل على الخطأ ايضا بالثانية الأخيرة اللي مروا ال 24 ثانية. هذا الأمر يلي عم يقولوه لاعبي الشونفيل تحديدا ري داغر وعبد الوهاب حموي وميشيل معدلي عم يقولوا للحكم انه مروا ال 24 ثانيه، وانت تركت تايرون ماكنيل يسجل واعطيته ايضا شوطه، اعطيته فقط. يبدو الحكم يعني مثل ما عم نشوف امامنا ما احتسب السله انما اعطى الخطا لتايرون ماكنيل. غريب يلي عم يصير بالمباراة، مثل ما قلت احتسب السلة واحتسب لا كثير كثير عم يكون موجود وسط اعتراضات لاعبي الشونفيل. على كل حال 72 47 25 نقطة فرق كبير عم يعملوا فريق الحكمة، والجاب عم تكبر بين الشونفيل والحكمة حاليا. الوقت يلي ما عدنا شفنا ديشان سيمز على أرض الملعب من ناحية الشونفيل، لاعب الحكمة السابق لاعب جامعة ميشيغان السابق منه بجهوزية بدنية كاملة بعد لخوض المباريات. ميشيل معدلي مسجل لفري ثرو، أفضل مسجلي شونفيل بهالمباراة، 22 نقطة لهالوقت وهو الأفضل أكيد على صعيد التسجيل، اصبح رصيده 23 نقطة بين كل لاعبي المباراة، هو الأفضل يليه تايرون ماكنيل من ناحية الحكمة ب 21 نقطة. هايك مجددا من المسافة المحددة على قلبه هايك كيوكشيان، ثالث 3 بوينتس لهايك كيوكشيان بمباراة اليوم، هيدي هي المسافة المحببة على قلبه لهايك كيوكشيان، دائما عم ينجح بالتسجيل من هالمسافة وسريعا عم يجي الرد، سريعا عم يجي الرد من قبل مين؟ من قبل ملك الثلاثيات بمباراة اليوم، ثلاثيته السادسة لميشيل معدلي ونقطته 23 بالمباراة، رائع الأداء يلي عم يقدمه ميشيل معدلي بالتأكيد مع حضور ديشان سيمز، مع حضور تيرنس لاذر على أرض الملعب إلى جانبه، وفي حال بقائه مع شونفيل مثل ما قلت رح يكون عم يعمل شغل كثير كبير بفريقه للمدرب غسان سركيس. خرج ميشيل معدلي لالتقاط انفاسه بدون شك، مجهود كبير على الصعيد الدفاعي والهجومي عم يعمله اللاعب السوري هايك، هايك اوكسيان ايضا واحد من نجوم المباراه لايرفي توري، ايرفي لروي سماحه، روي سماحه للو بوست عم يخسر الكره بتروح لعند ري داغر، ري
منصور خويري. منصور بيحاول يخترق. منصور عم يعمل درايف على السله انما امامه لارجي توري ما قدر يسجل. وهايكك يوكيشيان، هايكك يوكيشيان عم يقدر يعمل كل شيء على ارض الملعب، عم يسجل مرة جديدة هيك يوكيشيان، وهالمرة بطريقة سهلة جدا تحت سلته لشونفيل. عبد الوهاب حموي عم بصراع كثير كبير مع روي سماحة تحت سلة الحكمة. روي سماحة وعبد الوهاب حموي صراع كثير كبير كان تحت السلة بين هاللاعبين. شوف وجه جديد تتعرفوا عليه جورج دعدول من ناحية فريق الحكم اللاعب رقم 99 يلي عم ياخذ فرصته بهالمباراة. عبد الوهاب حموي لحصل على الخطأ عم ينجح عم يسجل المحاولة الأولى. جورج دعدول إذا رقم 99 عم ياخذ فرصته بفريق المدرب فؤاد أبو شقرة. وجه جديد رح يتعرفوا عليه بكرة السلة اللبنانية. بالمقابل عبد الوهاب حموي عم يسجل الفري ثرو الثالثة لإله بالمباراة ونقطته الخامسة بلقاء الليلة. جورج دعدول على ست بلاي وعم يكون هو البوينت جارد. ارفي توري ارفي في ووكينج على ارفي توري. ماركو رجيان اصبح على ارض الملعب من جهه فريق شونفيل. ايضا مارك مارك على ست بلاي هو حاليا بالمركز البوزيشن او البوينت جارد بيحاول ياخذ شوطه عن الثري بوينت. منجح بالامر اللي رستم ايضا يلي عاد الى ارض الملعب. ايرفي لي رستم عم بيحاول مره جديده اليوم. لي رستم عم تنقص لمسته الاخيره اذا فينا نقول. جرب كثير انه ما نجح انه يسجل اكثر من اربع نقاط ثلاث نقاط حتى. محاولة جديدة بالميلة المقابلة او بالجهة المقابلة من ماركو رجيان بنجح بالامر. كرة لعند هايك يوكي جيان. شو عم تعمل بمباراة اليوم؟ جيان شو عم تعمل بمباراة اليوم؟ يعني تركت الإعادة هي تحكي للسلة الأخيرة لهايدي كيوكيشيان. اثنين جداد كانوا لهاي 79-53. النتيجة لمصلحة الحكمة وهايك عم يسجل نقطة جديدة 53-80. داين ديكسون ارفي توري القوة الضاربة من ناحية فريق الحكمة خارج الملعب. ويبدو داين ديكسون عنده إصابة بكتفه وعمليا انتهت مباراته. قدم عليه بسلبية على صعيد اللعب الجماعي ولو انه على صعيد التسجيل سجل فقط خمس نقاط. منصور خواري بالفري ثرو الأولى عم ينجح فيها منصور نقطه السابعه بمباراه اليوم 54-80 26 نقطه على الفارق. منصور خويري ما بينجح في الثاني واحده من الثاني اذا لمنصور عن خط الرميات الحره. جورج دعبول بيفوت كنترول على الكره وبيستعيدها من خلال روي سماحه. دعبول منه لعند هايك. هايك اوفشيان بمواجهه جون عاصي. هايك هاي 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 كوكشيان ما بيتوقف الا بهالطريقة. حال تيرن اوفر كان على هاي كوكشيان وتيرة المباراة عم تهدى باخر اربع دقائق. فريق شونفيل بمحاولة جديدة خطأ لمصلحة جورج دعبول من ناحية الحكمة.
اذا مباراتنا المقبله للشانفير رح تكون بكره الساعه 6 الى ربع بمواجهه التضامن. عبد الحكمه رح يلعب معه جو غطاس اللاعب القديم بصفوف الحكمه الرقم 37 عم يدخل الى ارض الملعب. هايك منه لعند جورج دعبول بياخذ شوطه من المسافه المتوسطه وبينجح جورج دعبول عم بيوقع اسمه على سكور شيت المباراة لاعب الرقم 99 جورج دعبول يلي عم يسجل ظهوره الاول بقميص فريق الحكمه. ري داغر ري بحاول يخترق ري ما بينجح في الامر مع الكره عند الي رستم سريعا بالفاست بريك الي بوصلها لجورج دعبول انما ما بيقدر يسجل في ستيل كان من ري داغر. ري ايضا مرة سلة ناجحة من مارك كورجيان. وثاني جديد اذا لمارك كورجيان ونتيجة 56-82 لمصلحة حكمة. جورج دعبول لعند روي سماحة الي رستم الي بحاول يخترق على البيز لاين الي حاول يوصلها لعند جو غطاس انما مارك كورجيان كان الاقرب وقطع الكرة الى خارج ارض الملعب. الي رستم ايضا عم يخرج روي سماحة عم يخترق وعم يسجل روي سماحة اول سلة لروي بمباراة اليوم. شوف روي سماحة دخل على مايكل صدقة وسجل بايده اليمين بطريقة جميلة جدا. المباراة اصبحت مفتوحة باخر دقيقتين. مارك كورجيان جون ديفنس حاليا من قبل فريق الحكمة. جون عاصي ما بينجح انه يسجل بمحاولته على المسافة المتوسطة لتنتقل الكرة لعند جورج دعبول. جورج منه لعند جو غطاس. صباح خوري ايضا اللي دخل مكانه لالي رستم. صباح عم يحاول يلاقي الجاب ويلاقي الليك سايد من ناحية فريق الشونفيل. الكرة لجورج دعبول انما ايضا في خطأ لمصلحة ولا مصلحة فريق الحكمة. جورج عم يستلم مرة جديدة على ست بلاي موجود بوينت جارد فريق الحكمة منه لعند صباح خوري. صباح بمرة لروي سماحة بتستلي روي ما بيقدر يسجل هالمرة. روي سماحة مضايقة كانت كبيرة من مايكل صدقة ومن ري داغر. مارك كورجيان بمحاولة جديدة من المسافة البعيدة ما بيقدر انه يصيب السله هالمره. مارك كورجيان بتروح لعند منصور خويري. منصور بحاول يخترق امامه لروي سماحه وبتسجل الان جوان لمنصور خويري. حلو كثير من منصور خويري هالمحاوله. لاعب صغير لكن فعله كبير. تسع نقاط سجلهم منصور خويري بهالمباراه. بينجح يسجل الفري ثرو منصور خويري. مسافرة جديدة يبدو الفريقان بالتأكيد يعني اقتنعوا بنتيجة المباراة. الفارق الكبير يلي كان واضح بين الحكمة والشونفيل. الحكمة حاليا عنده محاولتين عبر روي سماحة. الأولى ما بينجح فيها روي. المحاولة الثانية أيضا ما بينجح فيها روي سماحة. بتروح لعند مايكل صدقة. ري داغر ري بحاول يخترق بتروح لعند مايكل صدقة. سجل مايكل صدقة هالمرة. المرة نجح بالتسجيل بعد عدة محاولات مايكل صدقة. صباح خوري حاليا على ست بلاي هو بوينت جارد فريق الحكمه. بتروح لعند روي سماحه على اللو بوست بيبرم على حاله روي سماحه وبيسجل. صحيح روي سماحه ما اخذ دور كثير كبير مع فريق الرياضي يعني الفريق اخر فريق اللي لعب معه انما ما خسر شيء من قدراته وخصوصا تحت السله. 86-60 النتيجه بالوقت اللي ري داغر بيسدد عن 3 بوينتس وما بيقدر يسجل. الثواني الاخيره من المباراه. جورج دعبول بيخلي الكرة معه. جورج بيخترق بايده الشمال بيلعبها لبرا.
بيبقى مع فريق الحكمه. بتروح لعند جو غطاس، جو لعند روي سماحه، روي بحاول يدخل، بحاول يخترق روي. عم بيلعب لصباح خوري باخر ثانيتين. صباح عم ينجح انه يسجل والكره عم تنتقل للشانفيل. الخطا اكيد كان لمصلحه فريق الشانفيل. 86-60 النتيجه، 26 نقطة. فير بلاي بالثواني الأخيرة من المباراة بين لاعبي الفريقين، والمباراة اللي عم تنتهي بهالأثناء بفوز الحكمة على شانفيل بنتيجة 86-60. ألف مبروك أكيد للحكمة وهارد لاك لشانفيل. مباراة أكثر من رائعة تبعناها اليوم مشاهدينا، وهي المباراة الثانية كانت بدورة أوري شلهوب باليوم الافتتاح. بكرة أكيد رح نكون مع مباراتين تضامن شانفيل 6 إلى ربع حكمة هوبس الساعة 9:30. إلى اللقاء.